رحيم، اخوكم اميزان عمر من سوق الخيل، من الناس اللي ما مستفدينش في هذا المارشي. ما قيدناش لامين اللي هذاك السيد اللي مكلف بالمارشي، ما قيدناش. علاش؟ لعده اسباب. انتم برانيين، نعرفوا البرانيين اصلا شنا هي، واش حنا ما مغرباش ولا المملكه المغربيه ما بقاتش كتعني والو، ولا هذاك الموضوع نتاع الدستور اللي كان داك البوند اللي كنهضر فيه سيدنا على في الدستور، الله ينصرو ويبارك فيه، على هذاك الامر في الدستور اللي هضر بانه خص الانسان ما تكونش تمييز العنصري، احنا رجعنا ليه، يعني بغينا نرجعوا للعصور القديمه. انا من تزار سوق الخير، من نقصين من لائحه تزار سوق. انا ما السلام عليكم، انا من لائحه المقصيين من تزار سوق الخير غير المستفيدين. 8 سنين اجي وحنا في هذا المارشي هذا وباقي ما مسجلناش الامين، ما عرفناش علاش. تنسولو انا كشخصيا تيقول لي انت عندك تاع با، هذا ماشي جواب. انت با معايا خوتي، معايا شحال من حاجه. السلام عليكم، معك محمد الخنوسي من طاقة الشمالي، خدام هنا في الدوديات دابا شي 11 عام، واخر لحظة كانوا الناس في الجمعية اللي عطيناهم يسجلونا، اخر لحظة لقينا راسنا ما مسجلينش، ونضنا كنهضروا على حقنا بنسمع مع هذا ياسين حتى هو كيف المارشي معنا. وملي جا عندنا قال لك بدأ كاين واحد السيد الله يجزيه بخير غنمشيو عنده يوقف معنا. ملي مشينا عنده اخر لحظة استقبلنا الله يجزيه بخير هذاك الرئيس السكوري، جلسنا معاه قال لك سيدي غادي يكون خير. اخر لحظه استنينا، ملي مشينا سولنا لقينا داك الشيء ما كاين منه والو، ودابا كنطالبوا من حقنا. ثلاثه الجمعيه حتى وحده ما قيدتنا حنا، الى مغاربه يقولوها، الى ما مغاربهش يعطيونا شي لاكارت اخرى. حنا راه عايشه الملك محمد السادس هو اللي كاين، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الاخ فهد العسري، احد المقسمين من اللائحه من اجل الاستفاده من هذا السوق النموذجي تحت الرعايه ديال التنميه البشريه. حنا تعرضنا لواحد الطريقه اللي هي شنعاء من بين واحد الجمعيه اللي كانت توهمنا بالاشياء بالكلام اللي هو من بعبد، على اساس انها باش درجنا من اللوائح من اجل الاستفاده. وحنا تنحتجوا على الدنيئه البيقراطيه، وعلى اساس على البند اللي كتادي ليه مبادرة النمو البشري هي المساواة والمقاربة ديالنا، وباش نشركوا بين الطرفين. كنتمنوا يكون واحد البادرة جدا من السلطات المحلية من اجل. السلام عليكم، انا بائع هنايا، انا مستفد، انا من الناس مستفدين، ماشي زعما من هاد الناس اللي هاد الناس معنا خدامين معنا في المارشي منذ زيد على 10 سنين ولا 12 سنه هاد الناس، وكثر وزيد من هاد الشيء. وكاينين ثلاثه الجمعيات، حتى شي جمعيه ما دمجتهم. وهذوك الجمعيات من هنا تنهضر، كاين اللي داير ربعه ولادو، كاين اللي داير مو خواتاتو، وهذا الشيء مو خواتاتو. ثلاثه الجمعيات، كاين واحد الجمعيه في التقدم بعد تتبيع وتتشري في هاد الشيء. وهاد الناس معنا في السوق منين مده 10 سنين ولا 12 سنه هما معنا في السوق خدامين معانا بالنهار وخوه وبالاستمراريه، ماشي خدم واحد العام وعاود رجع ولا، بالاستمراريه شي 12 سنه هما خدامين معانا. وهاد الناس محرومين، وانا كعضو من جمعيه السلام، نائب رئيس السوق، وانا عندي ماشي تنقول انا مستفد، عندي حانوتي. غير هاد الناس بقاو فينا وضرونا، زعما كتشي لي هاد الاقصاء اللي قصاوهم، قصوا هاد الناس. وهاد الناس معانا في السوق مدة 12 سنة ولا 14 سنة، وشكرا. المهم غادي نعرف بالاسم ديالي ياسين قراج، من التجار المقصيين من لوائح الاستفادة. المهم على إثر هادوك التصريحات اللي خرج بهم السيد رئيس مقاطعة كيليز، أنها تصريحات كاذبة، وأنه هادشي كيدخل في إطار تصفية حسابية، لأنني انتقدت طريقة ديال التدبير ديالو والفشل ديالو في العديد ديال الملفات. اليوم السيد الرئيس مقاطعة كيليز تيتهمني بأنني أنا ما تنزاولش داخل سوق الخير، هذا كذب. وأن رئيس مقاطعة كيليز بدا الحملة ديالو الانتخابية من سوق الخير، وأن السي عبد السلام السيكوري رئيس مقاطعة كيليز ماشي هو اللي غادي يقول أنا هو اللي تنبيع نشري ولا ماشي ما كنبيعوش نشري. كاينين السوق فيه أربعة ديال العساسة، وفيه الناس اللي كيشطبوا، وما اللي عارفين شكون اللي كاين في السوق. وانا اليوم ما كنتظرش الشهاده ديالو،
وكيدعي بانني انا اللي نطمت الوقفه الاحتجاجيه اللي كانت امام مقاطعه كيليز. هذيك الوقفه الاحتجاجيه كانت من تنظيم الجمعيه التنمويه الازدهاريه، والجمعيه التنمويه الازدهاريه تطالب بحق ديالها انطلاقا من المحضر السابق اللي دارت معهم المؤسسه السابقه في 2009، والمجلس الجماعي اليوم مطالب بتنفيذ هذاك المحضر. وهذا السي رئيس مقاطعه كليس يتهم الوالي التالي بالاسترزاق بالجمعيه، اللي تيسترزق بالجمعيه هو اللي عنده 4 ديال المناصب وكيتقاضى 60000 درهم في الشهر ولا 54000 درهم، هو اللي كيسترزق. اما الوالي التالي هو رجل ضعيف ورجل الحاله ديالو الاجتماعيه معروف، وراه مفرش في الزنقه واستافد من سوق الخير كيف بحالو كيف الناس. واليوم هذا الرجل كيجبد وكيقول انني دفعت الطلب ديالي، انا دفعت الطلب ديالي ماشي بطريقه تملقيه ولا بالبوسان ديالي تين كيف بغاني نستعمل معاه، انا دفعت الطلب ديالي بحال اي تاجر بسوق الخير كيدفع الطلب ديالو. وهذا الرجل اليوم كان موعدنا بانه هو اللي غادي يسجننا، واليوم هو بيورط السلطه كيتبرأ كيقول بانه هو ما عندوش علاقه بالتسجيل، وهو كيسجل والطريقه اللي كيسجل كاينه الناس اللي كيدفعهم يدفعوا الطلبات، وكاينين الناس اللي صيفطهم لاحدى الجمعيات باش يتسجلوا. والحقيقه ديال هذا الملف انها غادي تبان من بعد، وعلى اثر هذه الخروقات حنا راه راسلنا السيد الوالي في هذا الموضوع هذا ان شاء الله، السيد الوالي باش انه يراجع هذه اللوائح، يجي يشوف شكون هما الناس اللي تدرجوا فيها، وراسلنا السيد وزير الداخليه واليوم في اعداد شكايه الى جلاله الملك في صدد هذا الموضوع هذا. وشكرا اخي الكريم. خويا انت كتشوف حنا الناس حنا اللي معمرين السوق، ما كاينش شي حد من غيرنا في هذا المارشي، حنا اللي معمرينه. وما عرفتش علاش الناس قساو، انا ما عرفتش علاش. كاين كي قال لك السياسيين قال لك سميتو كله تيشوف فيهم العائلته ولا تيقيد خوته ولا تيقيد عائلته ولا تيقيد والديه. حنا ما كاينش شي حد من غيرنا اللي معمر في هذا المارشي، اكثر هنا خدامين الناس، خدامين على ولادها، خدامين الناس على والديهم. الناس هذا تعوض، حنا فين غادي نمشيو؟ نمشيو نكريسيو، نمشيو نقعدو، نمشيو نطلبو، حتى واحد ما غادي ينفعنا. حنا كنطلبو من الناس المسؤولين يدخلو، حنا يدخلو لنا في هاد الشيء هذا، ونشوفو ونشوفو شو عاش الملك. عاش الملك. انا سميتي عبد الحق خنوس، من 2011 وانا خدام هنايا، ورا الناس عارفيننا هنايا من متى وشحال هادي، وحنا كاريين وحنا اللي مروجين ليهم السوق كاع، وكيقصيونا بهذه السميه ديال البراني. ما عرفتش انا منين جابوا هاد السميه هادي براني، ما تبراني، حنا كنا مغاربه. و سلمان هذاك رئيس الجمعيه لامين، عاش سلمان، كنا مغاربه، داكشي اللي كان كنا على تحت شعار الله الوطن الملك. ما عرفتش منين جابوا هاد السميه ديال البراني، وحنا اللي مروجين السوق وكاع الدراري راه انت عارف كل شيء. ومن هذا المنبر هذا كنطلبوا السلطه الوصيه اللي انها باش تصارع على هذه اللوائح، هذا تصارع عليهم باش ما يكونوش فيهم الخروقات وما يكونوش فيهم التجاوزات وما يكونوش فيهم الاهداف، باش ما يدخلش هذا الشيء في اطار الاهداف الانتخابويه. وشكرا.